الاداريه على كاس العالم. ان شاء الله يعني هنكسب، ولو لا قدر الله ما حصلش نصيب فهي ذكرى حلوه طبعا. احنا بقى لنا سنين ما خدناش، ما ترحلناش اصلا لكاس العالم، واحنا خلصنا الجداريه وخلاص بنكتب اسامينا، وده مشروع التخرج بتاع سنه خمسه كليه تربيه فنيه، ومعانا مركز التطوع بتاع نادي الجزيره تحت اشراف استاذه سميه، واحنا تحت اشراف دكتوره سهام، واحنا الثلاثه بس اللي كنا مشتركين في الجداريه بتاع كاس العالم.